مبدئيا هاي الطريقة لازم يكون عندك الديسكورد نازل على البي سي لحتى تقدر تساويها. جماعة البي سي فقط اللي بيستفادوا من هذا الموضوع، تبعات الابليكيشن اللي على التليفون ما حيستفادوا. وهلا ما بعد خلينا نشرح الطريقة بشكل كامل. اول شيء خليني اقول لكم نصيحة صغيرة، اذا انت عم تتفرج من عن طريق الموبايل كل عليك انك انت تفوت على جوجل مثل ما هلا بدي اعلمك، وبتعمل سيرش على جوجل وبتلاقي كل شيء. اذا كنت عم تتفرج علي من البي سي تبعك كل عليك انك انت تفوت على الروابط اللي تحت بالوصف بتلاقيهم دغري مباشرة مشان ما تعذب حالك. اول شيء هلا ما بعد خلينا نفوت على المتصفح. مجرد ما انك انت تفوت على المتصفح بتفتح اول شيء جوجل وبتكتب فيه هي مثل ما مكتوب عندك بيتر ديسكورد، بيطلع لك اول موقع بتكبس عليه وبتفوت بتستنى 5 ثواني او مباشرة بحولك عادي، المهم هذا هو الموقع. اول ما توصل على هذا الموقع وضعك هيك تمام، بتكبس كلمة داونلود اللي ظاهرة امامك، بعد منها بتختار ويندوز التشغيل الخاص بالبي سي تبعك، يا اما ماك يا اما ويندوز. انا طبعا رح استخدم ويندوز وكل مساحته 112 كيلو بايت الملف، يعني كتير قليل. بتعمل له حفظ الملف او سيف بنزل عندك بالداونلود، بتكبس هيك بتفوت عليه، بتكبس عليه 2 كليك شمال، فهو ممكن يطلب منك نسخة جديدة مثل مظاهر أمامك، بيقول لك هون إنه في نسخة جديدة افيلبل متوفرة حالياً إذا بدك تنزلها، بتعمل يس مثل مظاهر أمامك هون، وبيحولك دغري على صفحة جديدة وبتعمل له حفظ ملف، بعد منها بتروح بتفوت على الملف مرة تانية بتلاقي نزل ملف جديد عندك. الملف الجديد اللي عندك اللي احنا هذا اللي هلا بدنا نشتغل عليه حاليا، بندوس عليه 2 كليك شمال، بعد منا بنعمل له انستال. اول وحده بتحط لها هي بتعلم عليها الصح وبتعمل له انستال. خلص هيك انت وضعك تمام، بيعمل ريستارت للديسكورد تبعك مثل مظهر امامكم، عمل ريستارت بشكل اوتوماتيكي عندي، بيظهر امامك هاي الصوره بتعمل عليها اكس. خلص هلا هيك انت داخل الديسكورد. هلا هيك احنا حاليا عملنا اول خطوه ونزل معنا البرنامج على الديسكورد ورستر الديسكورد، الوضع هيك تمام وسليم. هلا بقى تاني شيء لازم نحن نعمله ان نحن ندخل على الموقع الثاني يلي موجود بجوجل هلا حاليا، موجود تحت بالوصف باسم بيتر ديسكورد ليبري مثل مظهر امامك، بتكبس عليها بتدخل هون هيك على الهوم مثل مظهر امامك. هدول هن جميع السيمات الموجوده حاليا، او اذا بدك في طريقه ثانيه عوض كلمه ليبري بتكتب سيم مثل مظاهر امامك، بحولك دغري على السيمات الموجوده بهذا الموقع. هلا بعد ما تحولنا لهذا المكان بالضبط بتلاقي هون جميع السيمات المتوفره قدامك، بتختار اي وحده بدك اياها. مثلا خلينا نختار مثلا هي اللي ظاهره امامكم، هي السيمه حلوه كثير انا جربتها وحاليا رح اجربها امامكم. تدخل على هي السيمه بعد ما عجبتك بتعمل لها داونلود، مجرد ما انك انت تعمل لها داونلود بتعمل هيك ملف حفظ، بتعمل لها حسنا وخلص هيك انت نزل عندك الملف بشكل كامل. بعد منها بتنتقل على الملف اللي انت نزلته مثل مظهر امامك اللي هو هاد اسمه الباك جراوند او السيم يعني بيكون موجود. والخطوه الثانيه انك هلا انت بتفتح الديسكورد، بتعمل يوزر سيتنج اللي تحت، بتنزل لتحت بتدور على شيء اسمه ثيم مثل مظهر امامك، هدول هن جميع السيمات الموجوده او ملف السيمات عندك، بتحط اوبن ثيم فولدر، بتفتح ملف الفولدرات تبعه بيفتح معك فولدر جديد مثل مظاهر امامك، بتاخذ الفولدر اللي انت نزلته باسم البيسك باك جراوند ثيم اللي هي هيك اسمها للسيم بشكل عام، بتعمل هيك عليها وبتنقلها على هذا الملف اللي انت فتح معك من الديسكورد، بتطلع من هاد وبتطلع من هاد ومباشرة بتلاقيها نزلت امامك هون بقائمة السيم، بتعمل عليها تفعيل بهالمنظر هاد وبتعمل خروج وخلص هيك انت وضعك بالتمام مثل مظاهر امامكم. هذا هو الديسكورد تبعي، هاي هي الببليك بشكل عام اللي هي الاصدقاء عندك، وهذا هو السيرفر تبعي اللي على الديسكورد. بتمنى تكونوا استمتعتوا وعجبكم الطريقة، ولو حابين تنوروني على الديسكورد تبعي بتلاقوه تحت بالوصف. وهيك لحنا خلصنا الشرح كامل، فبدي زودكم كم قصة تانية. مثلا لو انت حابب تغير السيمة كل عليك انك انت ترجع على نفس هذا الموقع وتدور مثلا على سيمة تانية، وتعالوا نجرب مثلا هي تبع الغزال لحنا اللي حاليا عم نجرب مشان انتوا تشوفوا الطريقة بشكل كامل. لو انت شفت السيمة مو حلوة عندك مثلا ومعجوقة او الوانها مو ظابطة بتنزل فولدر تاني بتستنى عليه 5 ثواني، احيانا بصير هذا الموضوع، لا تخاف الوضع طبيعي وما في اي فيروس او هاك الموضوع، بتعمل له حسنا بعد منه وبترد بتفتح الملف مرة تانية بيظهر امامك هذا هو. مباشرة بعد ما تفتح بيظهر امامك الاسم فروستد جلاس، تقريبا هي هيك اسم السيم، هذا هو مجرد اسم للسيم. بترد بتفتح الديسكورد، بتحط يوزر سيتنج اللي تحت، بتنزل لتحت بتدور وين مكان السيم، بتفتح مكان السيم وبتعمل اوبن ثيم فولدر. هلا هيك احنا فتحنا الفولدر الخاص بالسيمات، هذا هو الفولدر بشكل كامل. بعد منها بنروح على الداونلود، بناخذ السيم اللي هلا احنا جبناها وبننقلها من الداونلود على ملف الفولدر الخاص بالسيمات تبع الديسكورد. مباشرة بعد ما عملنا النقل تبع الديسكورد بنلغي هي مثلا وبنفعل الثانية مثل مظهر امامكم، فعلنا تبع الغزلان، وهذا هو بشكل كامل الديسكورد. بتمنى يكون عجبكم، انا الصراحة الموضوع عجبني جدا، وهذا الموضوع انا نزلته عندي على الفيسبوك تبع صفحة بس المباشر، ونزلته عندي على اليوتيوب وانتم اقترحتوا ان انا انزل هذا الموضوع. ولو حابين موضوع ثاني اللي هو كيف تركب شاشتين مع بعض وتدمجهم بساعدكم بهذا الموضوع، ولو احتجتوا اي شيء اكتب لي بالتعليقات، ولو حابب تكلمني صوت ومحتاج اي دعم ثاني اي
إشي بشكل كامل، تعال عندي على الديسكورد بتلاقيني دائما فاتح، وبتلاقي الادمن محمود او جوليان، او بتلاقي عندك الدميل، اي حدا بتحاكي بيتواصل معي مباشرة. فلو بتلعب فورتنايت كورد دام بالايتم شو بني مساعد، بتشكركم لو دعمتوني فيه، وبرعاية الله.